السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على خير الدين زاتشي، خير الدين زاتشي والتصريحات تاعو. وانا كنت نقول لكم كاش نقطة غادي تتحقق، النقطة اللي تحققت تاع اللعابة اللي داروا القلب وجابوا لنا كوب دافريك، يعني وكاين شوية رجال جزائر نص نص 50-50. وما زاتشي رايح، هو مشي مأمن رايح كرا سلسة كرا قد تروا ماتش لوتيل اللي كرا قد تروا ماتش، الصحافة كرا لهم قد تروا ماتش، والناس الأعضاء اللي دام قد تروا ماتش برك. هذا مكان هو بروحه ما كانش مأمن بلي غادي نجيبو كوب دافريك من التالي كاع، خاطش على العمل تاع السنين هو اللي جاب لنا كوب دافريك. اللعابة ذوك نعصرو ما كاش كوب دي موند وما روحنا لهاش، خاطش على كان يجب التغيير بعد 2018 و 2019، يكون بعد 2019 يكون المنتخب تغير 70-80%، بصح حنا ما غيرناش. حنا وين روحنا جبنا لعاب جبناه من 2010 ويلعب تروازيام ديفيزيون في انجليز، جبناه لا بغات مبليسي جابوا البركة، جابوا البركة كيما اللي راحوا القطر بين يلعبوا كوب دافريك في الكاميرون، راحوا القطر قال لك فيها الخير، قال لك فيها الخير. دروك نولوا وين بين نلعبوا في افريقيا نروحوا نديروا حق لعب، ربحنا الكاميرون في الكاميرون، نروحوا نديروا تربص في غينيا استوائيه، ايوا نقولوا فيها الخير علينا. كي نروحوا فماك من نروحوا نبغوا نلعبوا مركز اي كي من افريقيا ولا نروحوا فم ندوا الخير من فماك ونروحوا نربحوا. وين بالك تعقلوا عليها زاتشي وين قال لهم لازم 90% لاعب محلي، قال لهم مليان جيبوا الاحسن، قال لهم عندنا هنايا بطوله وعندنا لاعبين وهنا يلعبوا. حق نهار اللي طرد محرز وقالوها في الهداف، بالك تعقلوا عليها المكالمه فوتوها في الهداف تاع مين محرز بغى يستفسر على هنايا طرتني. نهار اللي طرد محرز قال لك بلي ما زاتشي يضرب بيد بحديد وكلش، ما عاقلين عليها. هيا فماك شتا قال له عيط له، قال له عندي 100 واحد كيما نتايا، عندنا 100 واحد كيما نتايا، هذه هي. وتكلم نهار اللي قال لهم بلي خاطش عليه لونترينير في وقت الحاج محمد راوراوا كان يقعد 25 يوم ماشي 15 يوم. زاتشي ضربها الدور، درك ندير لكم الفيديو، زاتشي ضربها الدور قال لهم بلي انا لا اؤمن بمدرب منتخب وطني يبقى في الجزائر 15 يوم فقط ويغادر. بعد ولينا نشاهدوا بعد جاء الكاراس، ما قالك لي كان قاعد هنا واحد يدر صح ماجر برك، كان قاعد هنا ويدير تربصات لاعبين منا يبريكولي، المهم كان يبريكولي، كان يخلص عندك 848 مليون، 848 مليون كان يخلصها، هذه باش يكون على بالكم، كان يخلص 848 مليون، وكنا ماشي راضيين، ودروك رانا راضيين. ما كناش راضيين وضروك خرجوا لنا الناس تاع 2019 ورواح راهم راضيين ب 5 ملاير و 800 مليون، مي كانوا رجاله ماجر قلعوه قلعناه عشان قلعناه، وانتوما ضروك ما راناش راضيين، ضروك رانا راضيين عليه، راضيين بالسومه وراضيين منا. وانا واحد من الناس كونسيب اللي راهم اليوم كونسيب يدوا 5 ملايين اورو في الشهر، قليلة 232 ألف أورو، قليلة بزاف. نسمعوا واش كان يهدر السي خير الدين زاتشي، يعني واش تكلم ما كاش حاجة نجحت، واش تكلم ما كاش حاجة نجحت. أول حاجة برك الأخ حكيم باش نقعد في الملف الفريق الوطني، أنا ما نامنش بالناخب الوطني اللي يكون في الجزائر 15 يوم في الشهرين. هو الكاراس كان يجي مع اللعبه ويروح مع اللعبه، المدرب هذا اللي معنا كان يجي مع اللعبه ويروح مع اللعبه، ما كانش يقعدوا هنا كاع، خلاص ما كاش كاع
المدرب هذا كان يجي ما يجيش في دار فيفا، يجي تكون عنده مهمه بيدير مسانده لزاتشي نهار اللي راحوا بالعباس راحوا الوهران كان يدير له مسانده برك. ولا كيما الخطامي جا ما بيش الافتتاح جا دار قنبله صغيره وعاود راح وين راح؟ اقول يقعد معكم اللي يكون عايش في الجزائر، لان انا نقول لك مثلا هذه فكره تاعي اللي راح كما قال لك نطرحها على المكتب. فكره ما تحققتش. انا ما نامنش باغ اكزومبل بلا سيليكسيون ا اي ابري، انا بور موا كاين اون سول ايكيب ناسيونال، سي ليكيب ناسيونال ا. حاجه ما نشوفش. مكونه بلاعبين محترفين في الجزائر ولاعبين محترفين في خارج الجزائر. انا اظن بان الفريق الوطني الف هو لازم يكون مكون هنا كان هو هنا يخمم على النادي تاعو على بالك اللعبه تاعو 25 لاعب احسن لاعب في الجزائر وهذو لازمهم يكونوا عندهم ديسباج ريبيتي كما نقولوا حنا كل شهر استمراريه باستمراريه ولما يكونوا دي دات في وهذه يخدمها مع ماجر تاع مع المدرب هذا ما قبلكش يقعد هنايا ما قعدلكش انا كان يجي مع اللعابه ويروح مع اللعابه فرايحين نقويوا هذا المنتخب اللي هو الف هذا المنتخب بالاحسن لاعبين محترفين في الخارج ما يكونش منتخب وطني الف ومنتخب وطني ثاني انا اظن لازم يكون عندنا منتخب وطني واحد وهذا المنتخب الوطني لازم يكون فيه احسن لاعبين هنا في البطوله الجزائريه لان انا نقول لك ما لازمش ثاني نبداو نجيبوا لاعبين من المحترفين اللي راهم في خارج البلاد غير لانه يلعب في فريق محترف انا نقول لك باللي كاين لاعبين محترفين اقل قيمه تقنيه في لاعبين محليين ولا قبلت له ولا قبلت من جاب لك فيكتور لك حلك وقلت له لا هذاك حسني تاع لا روماني وقلت له لا محليين لا. ولهذا انا اظن ماشي غلط الناخب الوطني لازم يكون باستمرار في الجزائر عايش في الجزائر يقوم بتدريبات اي دي ستاج افيك لي لوكو والله ما قعد لك نهار انا ساعه ما كانش يقعد لك زياده هنا وراه يتبع كما نقولوا حنا المجريات نتاع البطولات الاوروبيه باللاعبين المحترفين اللي راهم في البطولات الاوروبيه ولما يعني يكونوا دي دات فيفا ولازم كما نقولوا حنا فو بريزونتي لا ميور ايكيب ناسيونال لازمك تجيب وتقوي هذا المنتخب الوطني افيك لي ميور جوور اللي كاينين في اوروبا ولما يكونوا دي كومبيتيسيون كما نقولوا حنا لازم يلعبوا فيهم غير المحليين او كاين كما نقولوا حنا نقدروا نديروا مقابلات وديه نتاع هاد المحليين يعني بصفه استمراريه خاصه في افريقيا لان احنا في الاخير القاره تاعنا هي القاره السمراء في القاره هذه اللي لازمنا نلعبوا ولازمنا نربحوا لازم اللاعبين هذو نتاعنا المحليين ساعتك ما كاش مسؤول يهدر لك هضره وتطبق ولا تشوفوها ولا نتوما حسبوا لي ماتش عميكو مع من نلعبوهم حنايا كان يقول لك لازم نلعبوا هنايا مع لي زافريكا لي ماتش عميكو ونلعبوا في افريقيا واش هضرها روحوا قولوا لهذا المدرب صاحبه يطبقها كان هو ولا طبقها لعبنا احنا في لعبنا مع كولومبيا لعبنا مع المكسيك لعبنا في نيجيريا لعبنا مع نيجيريا بصح في لوتريش لعبنا مع منتخبات لا بغات تكون نيجيريا منتخب الواحد اللي لعبنا معاه ماتش اميكال نيجيريا بصح في لوتريش ولا نلعبوا هنا في الجزائر نتوما تعرفوا جنوب افريقيا ما بغاوش يلعبوا معاه قال لك لا الوقت روحنا نلعبوا مع فريق ما كان ما عندنا حتى فايده منه ما كان حتى فايده لعبنا مع ايران ما عندنا حتى فايده عندكم فايده ما كان حتى فايده ما كانش فايده فيه الماتش تاع ايران ما كان حتى فايده كل لعبنا مع جنوب افريقيا من فماك تنزانيا ودنا جنوب افريقيا لعبنا خير كان حتى فايده لا الحمى نتاع قاطر ما غاديش نستفادوا منه خاطش علاه ما غاديش نلعبوا كوب دي موند كنا حنايا نروحوا نلعبوا في قاطر من اجل الحمى نتاع قاطر ميم قاطر ما غاديش يلعبوا في الصيف غادي يلعبوا في المشتى ما غاديش نستفاد كلش تبدل عاد تشوف كيفاش ايا طبقوا غير نقطة واحدة برك قولوا لونتينير يقعد لنا طبقوا غير نقطة واحدة برك اي نقطة غير واحدة برك قاعد النقاط هذو كاع تولي يقعد هنايا مور الماتش
تا طرواي طرواج جول ولا كات جول ولا والله ما يقعد لكم يجي نهار كان يجي نهار تربص ويروح كيكمل تربص هذه هي نقطة ما تحققتش.